اهلا وسهلا فيكم في قناتنا ميديكال لاب مخبرجيه، وحلقتنا لليوم عن تحليل اليوريا. هلا بدايه، اليوريا واليوريك اسيد والكرياتينين هي من اهم الفحوصات اللي من خلالها بنشيك على كفاءه الكلى، هل فيها مشكله ام هي سليمه. هلا اليوريا، ايش هي اليوريا؟ هي عباره عن ناتج عن ايض البروتين. البروتين لما يصير له ايض في الجسم بيتحول الى امونيا. الامونيا هي كثير توكسيك بالليفر، يتم تحويلها الى يوريا. اليوريا يتم اخراجها عن طريق البول من خلال الكلية. هلا بداية، هون بيحكينا انه 90% من كل اليوريا اللي بالجسم تخرج عن طريق البول، وهو عبارة عن فحص اليوريا بشكل عام بنشيك من خلاله على فحص على كفاءة الكلية. اليوم نبلش بالجانب العملي، رح نشتغل فحص اليوريا من شركة البيولاب. هاي الكت، هاي البيولاب. ايش بيحتوي الكت؟ الكت بيحتوي على توري ايجنت بالاضافة الى الستاندرد. هاي الريجنت الاول، هاي R1، وهي الريجنت الثاني R2، وهون R3 اللي هو عبارة عن الستاندرد، وبالاضافة الى الليفلت. هلا بالبداية نشوف الليفلت ايش بتحكينا. هلا هون ايش بيحكينا؟ بيحكينا انه R1 هي عبارة عن البفر تبع الكت. هيو، هاد هو عبارة عن بفر. R2 هو انزيم كو انزيم، هذا عبارة عن انزيم كو انزيم. والR3 اللي هو عبارة عن الستاندرد. بحكينا قيمة الستاندرد هون هي عبارة عن 40 ميلي جرام بير ديسليتر، وهي توازي 6.6 ميلي مول. هلا هون مكتوب عندنا الريجنت بريبريشن، يعني الريجنت مش جاهز للاستخدام ولازم انه نحضره. كيف طريقه تحضيره؟ بحكي انه لازم نفضي الفايل تول هو R2 اللي هي هاي مع R1، تمام؟ R1 وR2 بنعملهم ميكس منيح لتو منت وبعدها بنستخدمهم. هلا شايفين هم بتكون الار هاي R1 R2 بتكون مغطيه بالمنيوم كاب. هلا هاي لازم نشيلها، وبعديها من هاي بتضل اللي جواها باودر، رح نديره على هاي ونحركهم منيح ميكس لتو منت، وبعد التو منت بتكون جاهزه للاستخدام. هلا انا حضرت واحد هيو اللي هو كان محضر الاسبوع الماضي اللي هو 26/7 حضرناه، وهو بحكي لنا هون انه ستيبل لما نحضره لمده شهر، يعني لسه ستيبل فما رح احضره. ولكن انتم اذا بدكم تحضروا فقط بنفرغ محتويات الR2 على الR1، بنعمل ميكس منيح، وبعديها هاي بيكون الريجنت جاهز وبنستخدمه. طب هون بحكي لنا الستابيليتي. الستابيليتي بحكي لنا الستاندرد ستيبل للاكسباير داتا، يعني طول ما هو صار ضمن تاريخ الصلاحيه بيكون عادي نستخدمه. الريجنت بريبريشن صالح لمده شهر واحد فقط، تمام؟ طب هلا العينات، هلا بحكي لنا انه العينه الوحيده اللي ممكن استخدمها هي عينه سيرم فقط او هيبارين. البلازما يمنع لانها بتتداخل مع الفحص. طب طريقه اجراء التحليل، او بالاول نحكي النورمال رينج. هلا النورمال رينج بيختلف. هلا بالبدايه البيبي لما يكون صغير، البريم اللي بيكون مولود جديد ممكن اللي هي بتكون من حدها اليوريا من 6 ل 54، الطفل بعمر السنه من 9 ل 41، الاطفال من عمر سنه لعمر 13 سنه او 17 سنه من 11 ل 39. هلا من عمر 18 ل 60، من 13 ل 43 نورمال رينج، من 60 ل 90 رح نلاحظ انه بتبلش اليوريا ترتفع في الدم. ليش؟ لانه الكدني اصلا مع مرور الزمن بتتراجع كفاءتها بشكل بسيط. احنا نحكي بعد عمر ال 60 بتبلش تتراجع. طيب هلا طريقه اجراء التحليل. هلا اول شيء هي عباره عن هون ايش كاتبين لنا، كاينيتك او انزيمتك، اللي هو التحليل مش زي الكالوريمترك، رح يكون مختلف. هلا بالبدايه بحكي لنا زيرو على سبكتروفوتوميتر بالديستل ووتر، يعني البلانك عندنا حيكون على الديستل ووتر. بعدها رح نحط الريجنت والستاندرد، رح نحط ستاندرد والسامبل، رح نحط 1 ام ال من الريجنت على الجهتين، وبعدها رح نحط 5 مايكرون من الستاندرد بس على تيوب الستاندرد، و5 مايكرون من السامبل فقط على تيوب السامبل. بعدها رح نعمل ميكس ونقراها بسرعه. هيدي بلانك اللي هو حيكون 1 ام ال من الديستل ووتر، وهي الستاندرد اللي هو حيكون 1 ml من الوركينج ريجنت زائد 5 مايكرو من الستاندرد، وهي السامبل او اللي هو حتكون تبعت المريض اللي هي حتكون 1 ml من الوركينج ريجنت اللي حضرنا مع 5 مايكرو من السامبل اللي هي حكينا مسحوبه ببلين تيوب او هيبارين. بالبدايه هي 1 ml،
من ال ديستل ووتر على التيوب الأول بس لبلانك. بعدها 1 ml من الريجنت الوركينج ريجنت اللي حضرناه على التيوب الأول اللي هو تبع الستاندرد وعلى السامبل. هلا التيوب الستاندرد رح نحط عليه 5 مايكرون من الستاندرد اللي هو الريجنت الثالث، وهي 5 مايكرون. شوفوا كم كميتها كثير قليلة، بس راح احطها وين هون. هلا 5 مايكرون من السامبل ومباشرة بدنا نقرأهم على السبكتروفوتومتر. هلا أول إشي هاي البلانك راح أدير هون، راح مباشرة نقرأه هون. بحكي لنا انسلس بلانك. هلا هاي الستاندرد راح أقرأها. راح أحضر السامبل. طبعا هون بحتاج الى 80 دقيقة حتى يقرأ. مهم جدا انه اشتغل الستاندرد مباشرة اقرأه، لانه بيتأثر مع مرور الوقت، ومباشرة اول ما احط السامبل لازم اقرأها لانه بتأثر مع مرور الوقت. هلا هون بده 90 ثانية وهو يقرأ فيها، راح ياخذ الريزلت الاولى والريزلت بعد 30 ثانية 60 ثانية بيطلع لي الريزلت هو اخر اشي. لاحظوا كيف انه بيرسم لي منحنى، ومنحنى هيك تناقصي، وهون الابزوربنت طلع كيف بيتغير مع مرور الوقت. هون مضى ضايل 30 ثانية بطلع لي الريزلت النهائية. هلا لأنه لازم ما أتأخر رح أعيد آخر إشي اللي هو بس تبعت السامبل. رح آخذ 1 ml من الريجنت مع 5 مايكرون من السامبل، بس ما بدي أحط السامبل إلا لما بدي أقرأها مباشرة، لأنه بتأثر مع مرور الوقت، وهي النقطة لازم أنبهكم عليها. يعني مجرد ما حطيت الستاندرد عليها لازم أعمل ميكس منيح وأقرأ مباشرة. هلا لأنه بحتاج 90 ثانية، المفروض إنه بعد ما يقرأ الستاندرد، هي حطيت 1 ml مباشرة، بحط بالتبس 5 مايكرون من ال 5 مايكرون من ال شو اسمه من السامبل، وبعمل ميكس وبقرأ مباشرة. كي أكسبت كاليبريشن رح أحط يس. هلا هون بحكي لي انسرت سامبل، خليني أحط ال 5 مايكرون على الريجن. هي أخذت 5 مايكرون مباشرة، بحركها مباشرة، حطيتها جوا الجهاز، وهي insert sample بده 90 ثانية تمنى يقرأ لي ويطلع لي الريزلت. هلا لحتى عم تسألوني ليش إنه بده 90 ثانية، هون من الكيت نفسه بحكي انه لازم نقيسها افتر 30 سكند وافتر 90 سكند. الجهاز نفسه مبرمج يقيس لي القراءه الاولى بعد 30 ثانيه وبعد 90 ثانيه بيطلع لنا ريزلت. هاي الريزلت 24. العينه هي الادلت. الادلت حكينا انه النورمال رينج من 11 ل 39 من 13 ل 43 اذا نورمال. وهيك بنكون نهينا حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. اي سؤال او استفسار حطوه بالكومنتات ورح نرد عليكم ان شاء الله، واستنونا بباقي فيديوهات تشخيص امراض الكلى. يعطيكم